السلام عليكم، عاملين ايه؟ احنا هنا في القناة هدفنا ان احنا نطلع دكاترة. انتوا خلاص دلوقتي بقيتوا دكاترة، عايزين دكاترة طالعين بامتياز بأعلى الدرجات وأعلى جي بي ايه، متمكنين من المواد بتاعتهم عشان يبقوا يعني جامدين جدا في الحياة العملية بتاعتهم. تمام، ودي تبقى أول محاضرة معانا للهيستولوجي. قبل ما ندخل فيها، يعني ايه هيستولوجي؟ وات از هيستولوجي؟ ذا ساينس اوف ستادينج تيشو، يعني علم دراسة الأنسجة. طب الميكروسكوبي، ما انت هتشوف العينة منين؟ من الميكروسكوب. ده بيكبر ويوضح العينة أو الشريحة. طيب function of microscope، وظائف الميكروسكوب. أول حاجة magnification is the increase in linear dimensions of an object without optical lens. ده بيعمل تكبير أو زيادة في الـ الشريح أو العينة بدون عيوب بصرية ونفس الأبعاد الطولية. أي حاجة بيعملها اللي هي الريزوليوشن، is the power of the microscope to digestinch fine details. ده قوة الميكروسكوب في توضيح العضيات الدقيقة، fine details. fine details زي ما احنا شفنا هنا، من بعيد هتبان واحدة، توضح شوية تبقى تنفصل لما تبقى اتنين، وانت في الأول كنت فاكرهم واحدة. طب ال limit of resolution دي ليه هتعرفين وهنفهم الفرق دلوقتي. لو حد التوضيح the smallest diameter of an object below which it can not be seen، دي اقل، يعني بتعتمد اكتر على قطر نصف قطر، اللي هي بتبقى اقل حاجه، ما بتخليكش اصلا، اقل حاجه في نص قطر او قطر ما تخليكش اصلا تشوف العينه دي اللي هي الدايمتر. طيب the shortest distance between two object below which that appear as one، اقل مسافه بين object to object، يعني شيئين معين او عينتين معينين، بتبان ان هي حاجة واحدة، لكن كل ما توضح هتبان اتنين زي ما شفنا فوق. الليمت ريزوليوشن ده في الهيومن اي، في العين العادية 240 مايكرو متر، اللي هي يعني مايكرو. طيب في اللايت مايكروسكوب 24/100 مايكرو متر برضو. طيب في الالكترون، من لو الالكتروني مايكروسكوب الالكتروني 24/100 بس نانو، عشان كده الالكتروني بيبقى اوضح وادق. اوف مايكروسكوب، انواع المايكروسكوب، اول حاجة الاوردينال لايت مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الضوئي العادي. In which is the day or artificial lamp light is used for illumination. That optical components consist of three systems of lenses, condenser, objective and eyepiece. بمعنى ان في مصدر الضوء بيتسلط على ثلاث مكونات مرئية وممسوكة في الميكروسكوب، وهم عدسات الكوندنسر اللي هو المكثف، والobjective اللي هي العدسة الشرائية، والايبيس اللي هي العدسات العينية زي ما هنشوف دلوقتي. العدستين اللي من فوق دول ممكن تبقى عدستين او عدسة واحدة، ودي الاوكيار لينس او الاي بيس او الاوبتيكال لينس، دي العدسات العينين اللي انت بتبص فيها بعينك، ودي قوة التكبير بتاعتها بتبقى 10 ودايما ثابتة. هتلاقي بقى كده على اليمين هتلاقي الهاند الهيد اللي هي الرأس، هتلاقي بقى كده من تحتها الارم او الكارينج هاندل، دي اللي بتمسك منها الجهاز، ما تمسكش الجهاز من اي حتة غير الارم. هتلاقي بقى كده في كورس بيلف، ده اللي هو النوز بيس اللي بيبقى فيه الاوبجيكتيف لينس. الاوبجيكتيف لينس دي العدسات الشيئية، وغالبا بتبقى 4 يا 3. طيب دي قوة التكبير هتبقى كام؟ 4 و10 و20 و40 و100. هتلاقي بقى الميكانيكال ستيج، الميكانيكال ستيج ده البورد اللي بيبقى عليه الستيج كليب اللي بتحط فيه الشريحة وبتتثبت. طب تحتيه على طول هتلاقي الكورس ادجستمنت اللي هو الكبير ده، ده بيعمل ايه؟ ده بيحرك الشريحة فوق وتحت. هتلاقي بقى فيه كورس صغير كده لازق فيه اللي هو الفاين ادجستمنت. الفاين ادجستمنت ده بيعمل ايه؟ الفاين ادجستمنت ده بيعمل توضيح، يعني ما الخلايا مش باينه كويس او الشريحه مش باينه كويس، فتعمل توضيح عشان تشوفها. هتلاقي بقى كده الستيج كنترولز، ده عباره عن زرارين، يعني دول بيبقى فيهم اتنين، واحده بتعمل شمال ويمين، واحده تاني بتعمل ورا وقدام. بقى كده البيز اللي هي القاعده، بقى كده مصدر الضوء الكلام ده كله. بقى كده معانا الاليومينيتور او اللايت سورس، ده مصدر الضوء، ده بيخش على طول على الكوندنسر اللي هو مكثف، ده بيبقى في حاجه اسمها دايفرام، ده اللي بيتحكم في كميه الضوء اللي رايحه بعد كده على الشريحه. تمام كده خلصنا الميكروسكوب وشرحنا الحمد لله كل الاجزاء اللي فيه، وده حاجه اوضح من اللايت سورس، بعد كده الكوندنسر، بعد كده الاوبجكتيف لينس، بعد كده الاي بيس لينس، بعد كده هي الفيكس تيش اللي هو بيبقى ملون. تاني حاجه الفيس كونتراست مايكروسكوب، ده اكسلنت واي تو اوبزرف ليفنج سيلز، ده بيدرس الخلايا او الانسجه الحيه، وده بيبقاش ملون غالبا، بيبقى تباين الدرجات من اللون ما بين الابيض والاسود. طب الالكترون مايكروسكوب، ترانسميشن الكترون مايكروسكوب. طيب ترانزميشن الكترون مايكروسكوب ده اللي هو تي اي ام الاختصار بتاعه، ده بيعمل ايه؟ ده يوزد فور اكزامينيشن اوف الترا ستراكشر، للعضيات الدقيقه جدا جدا في الخلايا، زي ما انت شايف هتلاقي الكروموسومات
كروموسومات متوزعه، وهتلاقي النواه والنويه باينين، الميتوكوندريا هتلاقي كل حاجه واضحه. examination of living cells، اول حاجه معانا احنا نوعين من الانسجه، الفيكسد والليفنج. الفيكسد اللي هي مثبته، فيكسد اللي هي مثبته، والليفنج اللي هي الحي. ودي الطرق بتاعت اول حاجه نعمل الاكزامينشن اللي هي اختبار او دراسه ليفنج سيلز عن طريق التشو كلتشر، زراعه الانسجه. انفيترو ستادي او هو اوت بايت اوت سايد ذا بودي، خارج الجسم. ذا بيس اوف تشو از تريتد ويز تريبسين تو ادوكيتد ات ديكيت اتس كومبوننتس اند ذا سيلز ار بوت ان ستيريال ديش ويز ابروبريت كلتشر ميديوم. بمعنى هتجيب حته من النسيج هتعالجها او تعملها بانزيم التريبسين عشان يفصل اللي هي الروابط والمكونات عن بعضيها، بعد كده هتجيب الخلايا اللي انت فصلتها دي تحطها في طبق زراعه، بس لازم يكون وسط مناسب، وسط مناسب للزراعه. دي اللي بيشرح لك العمليه كلها. انت هنا بعد ما تصف صف واحد اسمها مونوكلير، بعد كده لما يتوزعوا يتبعتوا اسمها برايمري سيل لاين. ممكن تاخد شويه خلايا من دي تزرعها تاني فيبقى سكندري سيل لاين، وبعد كده شويه من السكندري تاخدها تاني فتبقى تريتري سيل لاين، فهكذا وهكذا وهكذا لغايه ما لا نهايه طبعا لما انت تزهق. طيب التشو كلتشر الديفينيشن، التعريف بتاعها، از ذا مينتنس اند ستادي اوف ليف سيلز اند تيشوز اوتسايد ذا بادي ان كلتشر. دي بتبقى يعني زي دراسه الخلايا الحيه والانسجه خارج الجسم عن طريق مين؟ الزراعه. طب يوزيس الاستادي بقى، سيل كلتشر الاوز دايركت اوبزرفيشن اوف ذا ليفنج سيلز. دي بتبقى عباره عن ايه؟ دي اللي هو زراعه الانسجه دي او زراعه الخلايا دي بتبقى الطريق المباشر لفحص الليفنج سيلز، الخلايا الحيه. اكسبيرمنتس which are technically impossible to perform in the body can be accomplished in culture. دي بتعمل اختبارات او تجارب اللي هي مستحيل تتعمل في الجسم بس ممكن تتعمل عن طريق الزراعه، لان ممكن تجيب تسمم او اي امراض داخل الجسم. In research on skull culture and function، دي بتبقى تبحث عن او تشوف مكونات الخليه ووظائفها. For genetic or chromosomal analysis، بتعمل تحليل جيني او كروموزومي للخليه. To study molecular changes that occur in cancer، دي بتدرس التطورات او المراحل الجزيئيه بتاعه الكانسر. وانت يقول لك في واحد في مرحله متاخره وواحد يقول لك في المرحله الثانيه، فانت بتعرف الكلام ده كله ازاي؟ انك بتدرس الخلايا السرطانيه دي بره الجسم. examination of fixed tissue، احنا بقى خدنا خلاص اللي هو living، ناخد بقى كده الفيكسد ده عن طريق مين؟ البرافين. tissue sampling، اول حاجه بتاخد العينه sampling، بعد كده fixation of formalin، بعد كده بتعالجها في الفورمالين، بعد كده بتغسلها بالميه. طيب احنا ما ينفعش الميه نحطها على البرافين، ما ينفعش، فانت تعملها دايدريشن معالجه بالكحول. طب انت برضه ما ينفعش تحط الكحول على البرافين، فانت بتنضف الكلام ده كله بقى كليرنج ان زايلين بالزايلين. طيب بعد كده امبريجيشن عشان تهيئها انك تحطها في السوفت برافين، بعد كده تغمزها او تغطسها في الهارد برافين، بعد كده بتقطعها بالسكشننج باي مايكروتوم، ده جهاز اسمه مايكروتوم، بتقطعها بوحده المايكروتون اللي بتبقى من 4 ل 10 نانو. ليه؟ عشان اصلا خليه الجسم بتبقى من 7 ل 10 نانو، بعد كده بتحطها في سلايدز او بلوكس، بعد كده على طول بتلونها. النسيج قبل ما تصبغ او قبل ما يتصبغ اسمه ايه؟ انستيند سيكشن. بعد ما تصبغ اسمه زي مكتوب قدامكم كده ستيند سيكشن. طب الستين اللي هي الصبغه، از ا كلرنج ايجنت ويتش كان بنتريت اند بي ريتيند باي تيشو اليمنتس، يعني هي ماده ملونه تخترق وتلون اجزاء النسيج. طيب الستيننج مثل طرق التلوين، جنرال هيستولوجيكال ميثود، جنرال هيستولوجيكال ميثود، يعني دي صبغه عامه زي الهيماتوكسيلين ودي صبغه قاعديه والايوسين اللي هي صبغه حمضيه. سبيشال هيستولوجيكال ميثود، دي تبقى صبغه خاصه لعضيه معينه زي مثلا الجهاز الجولجي او الميتوكوندريا. فيتوكيميكال ميثود، دي بتبقى نتيجه تفاعل كيميائي بين ماده وماده فبيديك صبغه، لكن انت ما بتدخلش صبغه للنسيج او الخليه خالص، او بتبقى ماده او خاصيه فيزيائيه مميزه لمكون او حاجه معينه زي مثلا فيتامين اي. الفيتامين اي ده مشهور ان هو بالاشعه، فانت الاشعه دي ماده مميزه طبعا للفيتامين اي عن باقي الفيتامينات، فانت من غير ما تعمل صبغه ولا اي حاجه الفيتامين اي هو اللي بيدي اشعه. فيتال اند سوبر فيتال ستيننج دي للخلايا الحيه اللي لسه هنعرف كمان قدام. الستين معاها تو كومبوننتس، مكونين الكروموفور والاوكسوكروم. الكروموفور ده اللي بيسبب اللون للتشو، والاوكسوكروم ده هو اللي بيثبت الستين على التشو على النسيج. طب المكونات والاستراكشر اللي هي بيكون اسيديك نيتشر اللي هي بيكون حمضيه، بتحتاج ايه؟ صبغه قاعديه زي ما قلنا مين؟ الهيماتوكسيلين. فتبقى ايه بعد كده؟ اسمها بيزوفيليك ان ستيننج، تبقى قاعديه في الصبغ، واللي بتدي بعد كده اللي هي البيربل بلو زي مين؟ زي النواه. النواه فيها الحمض الدي ان ايه، فحمض محتاج قاعده اللي هي مين؟ الهيماتوكسيلين. فتلاقي النواه متلونه بيه بالهيماتوكسيلين عشان هي ايه؟ قاعديه. طيب البيزك نيتشر اللي هي اصلا قاعديه،
زي معظم السيتوبلازم. هتتلون بقى بايه؟ محتاج حاجة حامضية لمين؟ اللي هي الأيسين، واللي هتلاقي لونها ايه؟ بينك.